الاهلي بينافس ريال مدريد. اعرض الاحصائيه بتاعت عدد البطولات القاريه، بص حضرتك الريال مدريد لا رقم ما واحد. تعرضش حاجة يا سمير، ده هو ده يعني ايه يعرض؟ يعني هو اللي يقول ماشي شوف بص حضرتك اتفضل. ترتيب الاكثر تتويج بالبطولات القاريه حول العالم. الريال مدريد 29، النادي الاهلي كام؟ 25. ان شاء الله ان شاء الله عندنا بطولتين كمان يا كابتن اسلام، السوبر السوبر الافريقي ودور الافريقي السوبر. ودوري السوبر. اه ودوري السوبر 29 الافريقي ده خلاص اقر. ها اقر، اقر اقر شهر في 10 شهر 10. ماشي هنكمل بس كمل. اه وعندك بوكا جونيور 22 وبرشلونة 20 برضو. يعني اه انت بتتكلم في فرق 4 بطولات ما بين ريال مدريد وما بين الاهلي. اعرض بقى عدد البطولات كمان بتاعت النادي الاهلي اللي هم الصورة اللي بعدها، هتلاقي عدد البطولات الكامل ساعة لما قلنا هنا ان شاء الله لما نوصل 150 بطولة ده هيبقى رقم لازم نسجله، اه اللي هو النهارده انت بتوصل ل 147 بطولة في اوكي تاريخ النادي الاهلي. ادي البطولات، احنا مش حاسبين البرونزية بتاعت كاس العالم، فهم 147 زائد 3 برونزية كاس عالم، 11 دوري ابطال افريقيا، 42 دوري مصري، 8 سوبر افريقي، كونفدرالية 38 ايه؟ 38 كاس كاس مصر، مصر، كاس مصر 38 كاس مصر، 4 افريقيا ابطال الكؤوس، 13 سوبر مصري، 16 دوري القاهرة، 2 كاس السوبر العربي، 1 كاس العرب ابطال الكؤوس، 7 كاس السلطان حسين، 1 كاس الافرو-اسيوية، 1 كاس العرب ابطال الدوري، 1 كاس الاتحاد المصري، 1 كاس الجمهورية العربية المتحدة، 147 بطولة. النادي الاهلي ناقص له 3 بطولات ويوصل ل 150 بطولة. لو خدنا الدوري مثلا والكاس وحاجه والدوري ولسه في الجاي السوبر سوبر المصري وفي والسوبر السوبر صحيح. الافريقي وفي دوري السوبر الافريقي. يا مسهل يعني انت عندك لازم يكون طموحنا ان انت توصل لل 150 بطولة مع نهاية السنة دي.